تويتر في الانتخابات التركية. أوامر قضائية تركية طالبت تويتر بحجب حسابات وتغريدات عدة. المحكمة التركية طلبت من المنصة منع الوصول لبعض الحسابات في تركيا، فأنقرة ترى أن تلك الحسابات تشكل تهديداً على النظام العام والأمن القومي التركي. الشركة انصاعت لبعض الأوامر وقدمت اعتراضاً على أخرى. صدرت بحقنا 5 أوامر قضائية وقدمنا اعتراضات على 4 منها، لكن خبراء يعتقدون أن المنصة أصبحت أكثر مرونة مع الحكومات بعد استلام ماسك لإدارتها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.